حياكم الله. القوات العراقية تشرع بتطهير أحياء الرمادي والمعارك الضاربة تؤذن بعودة الأرض. العبادي في الصين، والصدر يقول الميليشيات الوقحة تتحدى الحكومة، وبدر تناقش مع فرنسا أمن العراق، والكهرباء تعد البصرة بخدمات أفضل وتطالب بزيادة موازناتها للعام 2016، وشركة دواجن تتعرض إلى هجوم عشائري مسلح في الديوانية لأنها استغنت عن خدمات أحد العاملين فيه. هذا وغرب نيوز روم، ابقوا ويانا. القوات العراقية تقتحم الرمادي وتشرع بتطهير أحيائها من براثن الإرهاب. العبادي في الصين، ودعوات محلية لبكين للمشاركة في التحالف الرباعي. في معرض تعليقه على اقتحام شركة عاملة في العراق، السيد مقتدى الصدر يقول أن الميليشيات الوقحة تتحدى الحكومة. بسبب إنهاء خدمات أحد أبنائها، عشيرة تشن هجوما مسلحا على شركة دواجن في الديوانية. التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقد الجانبان اجتماعا لبحث عدة ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية. وقد كان العبادي وصل صباح الثلاثاء إلى بكين على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستمر يومين. أعلن رئيس أركان الجيش عثمان الغانم انطلاق عمليات استعادة الرمادي مركز محافظة الأنبار فجر الثلاثاء، وفي السياق ذاته أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي انطلاق عملية عسكرية لتحرير منطقة جزيرة البودياب والجرايشي شمال الرمادي. وأكد انكسار عناصر داعش هناك، تشترك في هذه العمليات الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة، وهناك دور كبير لطيران التحالف وطيران القوة الجوية العراقية. العمليات العسكرية في المحور الشمالي، قيادة عمليات الأنبار مستمرة لطرد عناصر داعش من المناطق التي سيطروا عليها خلال الفترة السابقة. اليوم بالساعة صباحا 900 صباحا انطلقت عملية عسكرية لتحرير مناطق البذياب والجرايشي والقضاء على عصابات داعش في المناطق التي يتواجدون بها شمال الخط السريع باتجاه مناطق البعلي الجاسم والبعساف. يحاول عناصر داعش كل مرة الهجوم على قطاعاتنا لغرض كسر الطوق واستعادة السيطرة على المنطقة وفتح منافذ للوصول إلى عناصرهم المحاصرين في مدينة الرمادي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، واليوم نحن نتقدم باتجاههم لتوسيع مناطق نفوذ قطاعاتنا والسيطرة على أوسع منطقة ومنع عصابات داعش من الاقتراب من جسر فلسطين والطريق المرور السريع الذي يحاولون النفوذ من خلاله إلى مداخل مدينة الرمادي. العملية تنفذ من قبل قطاعاتنا الآلية والمدرعة وبأسناد المدفعية الثقيلة، وكان هناك دور كبير لطيران التحالف الدولي وطيران الجيش والقوة الجوية العراقية في تأمين الإسناد الجوي للقطاعات العسكرية المتقدمة نحو أهدافها. لدينا الخطط لكنها تسير وفق جدول توقيتات زمنية محددة لتطهير المناطق تباعا حسب أهميتها وأهميتها التعبوية بالنسبة لقطاعاتنا، بما يفرض أمن قوي لقطاعاتنا ومنع عصابات داعش من خرق أي موقع عسكري تم استعادته من قبل قطاعاتنا، وهي تسير نحو أهدافها بجدول زمني محدد ووفق الخطة المرسومة التي وضعتها لنا قيادة العمليات المشتركة. العملية يشترك فيها أبناء الحشد الشعبي من أبناء عشائر الرمادي في منطقة الجزيرة، وهم يمسكون المناطق التي يتم تحريرها من قبل قطاعاتنا وفرض سيطرتهم على مدينتهم بالكامل. اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب صباح الثلاثاء مركز مدينة الرمادي، وذكر مصدر أمني أن القوات اقتحمت مركز مدينة من عدة محاور وبدأت بتطهير الأحياء السكنية فيها. والحديث على الانتصارات المتلاحقة اللي تتوارد أخبارها منذ صباح الثلاثاء، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب. حياك الله صباح. مرحبا. تفضل.
حياك الله سيد صباح. أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم الجهاز هو يعني كعادته، لكن خلينا نتحدث عن اليوم بالذات، هو المصدر للمشهد بسبب تقدمه الواضح بقضية اقتحام كل أحياء الرمادي والإعلان عن تطهيرها بشكل كامل. شنو الصورة اليوم؟ يعني نريد نعرف وين وصلت لحد الآن، شنو اللي واجهته، راح تحدث عن شنو اللي واجهته والمعرقلات اللي موجودة، لكن الصورة اللي حد الآن من خلال عمليات التقدم الجهاز مكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرشيد. حياك الله. الحمد لله، صباح هذا اليوم الساعة 6:30 صباحا قامت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعبور ضفة نهر الفرات الورار إلى الضفة الأخرى باستخدام جسور اصطناعية تم التهيئة لها مسبقا من قبل أبطال الهندسة. كامل هذا الجسر، وهذه أول مرة يتم فيها استخدام هذا التكتيك في عبور هذه الموانئ الطبيعية وخاصة من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وهذا بحد ذاته كان عامل مهم جدا لأن حقق مباغتة للعدو لم يكن يتوقعها، من خلال أنه العدو كان أغلب الجسور في هذه المنطقة قد تم تدميرها، وبالتالي كان العدو مطمئن أنه عدم قدرة القوات الموجودة في المحور الجنوبي والمحور الغربي خاصة في منطقة التأميم اللي حررها الجهاز قبل الفترة، أنه من الممكن أن تعبر إلى الضفة الأخرى وتقتحم المدينة من هذا الجانب. لكن الحمد لله هذا التكتيك وهذه المباغتة سببت إرباك للعدو، وبالتالي حققت فعل صدمة ومباغتة. طيب سيد صباح، حتى تحدث عن الأخبار أو اللقاءات اللي تحدثنا بها السابقة، كان الحديث عن اكتمال الطوق الخاص بتطويق مدينة الرمادي، هذا العبور جسر الورار هو من ضمن داخل الطوق، يعني بيت القوات من تتحرك داخل الطوق تحدث عنه اللي هو استكمال؟ لا، عملية تحرير الرمادي و الإحكام الطوق عليها كان هي عدة أطواق. المحاور الأربعة التي كانت تقدم باتجاه مركز الرمادي في كل مرحلة من هذه المراحل هي تحكم الطوق ويضيق الطوق على داعش في المنطقة، لذلك عبورنا إلى نهر الورار أيضا هو من ضمن خطة إحكام الطوق وتضييق الخناق على داعش، وبالتالي المساحات اللي متواجد فيها داعش بدأت تضيق أكثر فأكثر، لذلك الآن داعش هو محاصر في المناطق اللي كان موجود فيها سابقا، لا يوجد هناك أي اتصال خارجي، لا يوجد هناك منفذ لهؤلاء، وبالتالي هذا يسرع من عملية حسم المعركة والقضاء. هذا راح يفتح علينا كلام آخر، دائما الحديث على أنه بوسائل الإعلام المختلفة هروب عناصر داعش، هروب عناصر داعش، تكرر هذه القضية، بالتالي من كلامك أفهم ما عندهم أي منفذ للهروب. لا يوجد لداعش منفذ إلا الاستسلام أو الموت، وهم يختارون الطريقة اللي يرتوه، ونحن لدينا بالمرصاد لهذا النوع من القتالات. يعني أي كلام عن الهروب غير واقعي؟ ما ممكن، لأنه ما حاليا أتكلم معك عن دور جهاز مكافحة الإرهاب والتقدم من الجهة الجنوبية باتجاه مركز المدينة، هناك أيضا عمليات أخرى في المحور الشمالي والمحور الشرقي مثل ما أشارت التقارير، وأيضا هناك عمليات تقدم وسيطرة على المناطق ضمن هذه المحاور. الخطة التي وضعت من قبل قيادة العمليات المشتركة وضحت وحددت أهداف لكل من هذه المحاور، لذلك جهاز مكافحة الإرهاب بتقدمه نحو مركز المدينة وصولا إلى البنايات الحكومية إن شاء الله، المحاور الأخرى الشرطة الاتحادية وأيضا قيادة عمليات الأنبار لديها أيضا أهداف، واليوم أبطالنا في الجيش أحبطوا أي دعم لداعش بالقيام بهجوم وإسناد قطاعاتهم أو العدو الموجود في منطقة الأرامل، وبالتالي هذا التنسيق المشترك ضمن هذه الخطة سيسهم إن شاء الله بتضييق الخناق عليهم وبالتالي القضاء عليهم في الأماكن التي يواجهون فيها. جيد، الحركة بهذه الصورة نقدر نقول وإحنا واثقين أن تحرير الرمادي صار الإعلان عنه قريب؟ إن شاء الله عملية الحسم قريبة جدا، ما يعيق، لا نقول يعيق ولكن يبطئ تقدم القوات، هو التفخيخ الكثير في هذه المناطق. تعرف الصورة عن يعني البيوت مفخخة والشوارع مفخخة، هذه تبطئ من عملية تقدم القوات، لأن القوات تقدم بخطوات محسوبة لتجنب الخسائر الغير مبرر فيها. المنطقة موجودة وتحت السيطرة، داعش يتواجد بأعداد قليلة ومنهار ومعنوياته منهارة جدا، استنفذ خزينة الإداري، خزينة من العتاد ومن الأسلحة،
وبالتالي باتت عملية بقائه محدودة، لذلك لا مجال أو لا غير من غير المفضل أنه تسرع القوات. وبالتالي جيد سيد صباح، وهذا الموضوع مهم، بداية المعارك استخدموا هم مصائد المغفلين وتفخيخ ما لا يمكن أن تتوقعه القوات الأمنية بكل تشكيلاتها بقضية التفخيخ. هاي القضية تجاوزتوها يعني بصراحة، هواي القوات الأمنية طت بشهداء بسبب عمليات التفخيخ وتفننهم بيها. يعني الخبرة اللي اكتسبتها قواتنا الأمنية من هذه الفترة الطويلة من حربها ضد داعش بأماكن مختلفة، وهذا الأسلوب اللي اتخذ داعش أصبح واضح لقوات الأمنية، بالتالي الأجهزة، أجهزة الهندسة وحتى المقاتل العادي تولدت عنده خبرة بالكشف عن البيوت المفخخة، باكتشاف الطرق أنه هذا الطريق مفخخ، هذه المنطقة تحتوي عبوات، بالتالي حتى المقاتل العادي صار عنده إدراك أمني، وبالتالي خطواته تكون محسوبة، والخبرة اللي اكتسبتها الهندسة إضافة إلى المقاتلين هذه كلها تسهم بسرعة الكشف عن المفخخات، عن البيوت المفخخة، وبالتالي تجنب الخسائر. طيب أنا بغيت عندي دقيقة قبل ما أختم ويا حضرتك، أكيد أنت كان عندك اتصالات قبل ما أدخل للاستوديو وأكثر من دقيقة، خلينا بالصورة شجر الآن بالأنبار حتى نوصل رسالة اطمئنان للناس اللي منتظرة بشائر النصر من الرمادي. حاليا القوات الأمنية بمختلف الاتجاهات تتقدم باتجاه المركز، عملية حسم تطهير الرمادي بالكامل إن شاء الله باتت قريبة جدا، لا يوجد كثرة لداعش في هذه المنطقة سوى انتحاريين ومفارز تعويق، وهذه تحت سيطرة القوات الأمنية. هسه المعارك تدور داخل الأحياء؟ نعم، الأحياء التابعة لل، يعني قوات جهاز مكافحة الإرهاب منذ الصباح هي اجتازت منطقة الأرامل، منطقة البكر، حاليا القتال وعملية تطهير أحياء الضباط، وبالتالي نقترب شيئا فشيئا من مركز المدينة والبنايات الحكومية إن شاء الله. هيئة لقضية مسك الأرض بعد كل هاي المعارك وهذا الجهد اللي راح يبذل؟ هذه طبعا ضمن الخطة المركزية التي وضعت، طبعا خلينا أتكلم إذا سمح لي في دقيقة، الخطة التي وضعتها قيادة العمليات المشتركة بإشراف القائد العام للقوات المسلحة وإشراف مباشر من قبل السيد قائد العمليات المشتركة والقائد الميدان، تم مراجعتها لعدة مرات، وتم أيضا مناقشتها مع مستويات حتى إلى مستوى أمر فوج، أمر القوة المهاجمة الرئيسية، تم إشراكهم في مراجعة هذه الخطة، وبالتالي كل المفاصل الثانوية تم أخذها بنظر الاعتبار، خاصة عملية مسك الأرض وتأمين الطريق للقوات المتقدمة أنه ظهرها يكون محمي من قبل قوات أخرى. طيب اسمح لي أن أشكرك وأشكر وجودك والمعلومات اللي خليتنا بها بالصورة، أشكرك سيد صباح نعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، حياك الله. شكرا جزيلا. الوسيط ميديا، الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الرشيد الفضائية، بغداد، المسبح، هاتف 0780 مكرر 5 مكرر 0 6 مكرر 0. منو يقدر يحل السؤال؟ ست ست ست.
ست ست ست. منو يقدر يحل السؤال؟ كل طفل يستحق أن يتعلم لا أن يعمل. شيخ عشيرة آل مفهد، أحد أهم العشائر التي تحارب داعش الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، قال إن تحرير مركز مدينة الرمادي سيكون الأسبوع الحالي. حديث عن دور العشائر في المعارك التي تجري الآن في الرمادي، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة آل مفهد. السلام عليكم. حياك الله شيخ. حياك الله شيخنا. الحديث عن البيانات اللي تصدر من قيادات العمليات اللي مشتركة بمعارك تحرير الرمادي، تتحدث عن الحشد الشعبي العشائري. أنتم كنتوا تعانون ديك الفترة من قضية أنه الحكومة ما وفت بوعودها، تسليحكم وابعادكم عن الدور، شنو دوركم الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. حياكم. وطبعا احنا بهذه الليله الكريمه، يعني الليل سابق النهار، يوم مولد سيد الكائنات سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، هذه تباشير ان شاء الله تعالى، ليله مباركه، تباشير النصر بدات تلوح في الافق وفي واقع الانبار وفي مدينه الرمادي بالتحديد. طبعا دور العشائر لا يخفى، يعني الأنبار لها خصوصية بحيث بقت ثابتة منذ سنتين، والعشائر تقاتل في حديثة، في البغدادي، في الرمادي إلى فترة متأخرة، في حتى الحبانية والخالدية لحد الآن صامدة، في عمرية الفلوجة، وبالتالي هذه تعبير عن وضع العشائر، بالإضافة إلى التطوع الجديد من أبناء العشائر بالحشد الشعبي. الآن هم مشتركين في المحور الشمالي، في المحور الشرقي، في المحور الغربي كساند للقوات الأمنية، وهم في الخطوط الأولى كمصدات في المحور الشمالي وفي المحور الشرقي، رغم قلة التسليح اللي حد الآن اللي يعانونه وقلة التجهيزات اللي يعانونه، ولكن أبوا إلا أن يكون في الخطوط الأمامية لنيل ثأرهم من تنظيم داعش الإرهابي. فطبعا دور العشائر الآن المعسكرات تعج بالمتطوعين، آلاف من أبناء العشائر، الكل يريد أن يصيب ثأره من داعش ومن هؤلاء الإرهابيين، وأن نأمل حقيقة حتى لا يعاد علينا الإرهاب مرة ثانية، أن نأمل من الحكومة الاتحادية أن تسارع إلى تجهيزهم لمسك الأرض وحقيقة تأمين المنطقة، منطقة أو محافظة الأنبار بصورة كاملة. ممكن شيخنا هذه القضية فتحت علي، يعني ما كنت صراحة حاسب حساب أنه ممكن نسولف بيها، لكن قضية التسليح وابتعادكم بالجهة الثانية أكو تحالفات دولية، أكو اتحادات دولية، مثل أخير شيء التحالف الإسلامي، اللي ممكن تتجهون هاي التحالفات حتى تحصلون دعم، تحصلون تدريب، تجهيز، حتى تكونوا مناطقكم أنتو لكم الدور الأكبر من الحديث اللي يتحدث الآن أنه قلة الدعم، ممكن توجهون هاي التوجهات؟ احنا بالنسبة لنا، يعني هو حتى التسليح اللي نطلبه هو من خلال الحكومة الاتحادية من أجل المحافظة على وحدة البلد. وفيما يخص التحالف الإسلامي، في تقديرنا أنه مرحلة أكثر من عقد من السنين وفق سياسة معينة جرت البلد إلى ما وصلنا إليه، بالتالي حقيقة هاي المرحلة ما نريد بعد بيها مزاودة، يجب العراق أن يتناسق ويا محيط العربي والإسلامي، وهذا حسب ما أعلن عنه هو مكافحة الإرهاب، والعراقي أكثر بلد بالعالم يعاني من الإرهاب، دمر على أكثر من عقد من السنين. نحيي هذا التحالف ونكون احنا جزء من عنده، وعلى الدول العربية والإسلامية يجب عليها أن تدعي العراق، وهذه حقيقة فرصة يجب أن نغتنمها وما نفوتها. احنا يكفي عادينا
لابد أن يكون العراق أولا في كل تصرفاتنا وفي كل سياساتنا. بالنسبة للكتل السياسية يجب أن يكون العراق أولا، وبعدين من هذه حالة الانضمام إلها نعتقد العراق راح يلعب دور استراتيجي في حفظ الأمن بالشرق الأوسط بصورة عامة، ويكون حلقة وصل حتى مع الجارة إيران ومع الجارة تركيا، فلذلك لابد من رجوعها إلى محيطها العربي. بهاي الحالة من كلامك أفهم إنه المعاناة مستمرة بقضية قلة التجهيز بالنسبة للعشائر ودوركم، بهاي الحالة ممكن تتحركون بعد أكثر على قضية إنه مسك الآر، شو راح تتعاملون وياهم؟ أكو إيش تحركات لو بعد الكلام سابق لأوانه؟ لا لا بالتأكيد الآن يعني الأفواج مالت الحشد الشعبي لأبناء العشائر مع الشرطة المحلية، أفواج الشرطة المحلية الآن حاليا على واقع الأرض ليمسكون، ولكن حقيقة يراد لنا أعداد إضافية نوب أخرى حتى يقدرون يغطون المساحات. تعرف حضرتك أكو بعض الحالات القتالية يراد لها نوع معين من التدريب الخاص، ويراد لها نوع كذلك أسلحة نوعية خاصة ما متوفرة عند أبناء العشائر، بالتالي حتى يصير فرصة للقوات اللي تمتلك التدريب وتمتلك السلاح النوعي أن تتقدم إلى أماكن أخرى، ولكن يجب أن يكون ظهرها مؤمن من قبل أبناء الحشد الشعبي للأنبار والشرطة المحلية. طيب شيخنا أنت كررت هواي قضية الحشد الشعبي للأنبار، هذا المسمى حتى يكون ارتباطهم وبالفعل ارتباطهم بهيئة الحشد الشعبي؟ بالتأكيد حاليا مرتبطين بالحشد الشعبي من ناحية التسليح والتجهيز، ولكن احنا نأمل من رئاسة الحشد الشعبي ومن الحكومة الاتحادية أن نساهم دعمهم بشكل أكبر. ما واصلين لحد الآن طموحكم لا بالعدد ولا بال لا 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 لحد الآن محتاجين تدريب أكثر، محتاجين تسليح أكثر، محتاجين آليات وتجهيزات. حقيقة حتى ممكن تقول نتوجه أو تتوجه القوات الأخرى إلى مثل المرحلة القادمة باتجاه الموصل إن شاء الله، أنه الأرض مؤمنة وممسوكة بقوة من أبنائها اللي يعرفون جغرافيا مالتها ويعرفون ناسها منه السيء ومنه الجيد، وبالتالي حقيقة تكون المنطقة ظاهرة الجيش مؤمن عندما ينتقل إلى منطقة. راح أتحدث عن السيء والجيد. جيد في بداية بموضوع أنه قضية تعرفون جغرافيتها وتعرفون مناطقها، انت حد شيوخ المحافظة وتعرف اللي موجود، العمليات اللي تجري الآن كان الحديث أيضا مع السيد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب على التقدم بأحياء خاصة بالرمادي، التقدم بخدمة المحافظة بخدمة مركز المدينة اللي هو الرمادي يوصلون لأهداف محددة، انتو شلون تشوفوا أهلها؟ ماشي بالطريق الصحيح اللي راح يخدم المحافظه ونسمع خلال ايام تحرير الرمادي مركز المحافظه؟ طبعا بالتاكيد احنا نعتقد ان شاء الله تعالى يعني ما بقى شيء الا داخل مدينه الرمادي، داعش في انكسار كبير جدا، وحقيقه ما راح نقدر نتجاوز فقره انه طيران التحالف او القياده العامه المشتركه للجيش العراقي حقيقه أبلوا بلاء حسن باستهداف أوكار داعش، وكانوا خير معين للقوات الأرضية، الجيش العراقي، الفرقة الذهبية، الشرطة الاتحادية، الشرطة المحلية، أبناء العشائر الحشد، كان خير معين لهم باستهداف أوكار داعش وقناصين داعش، وبالتالي مهد الطريق أمام القوات الأرضية للتقدم بشكل سلس مع أدنى عدد بالخسائر صفوف القوات الأمنية. طبعا هذا إذا دل على شيء هناك تخطيط علمي وعملي ناجح للمعركة هذا كنت أتمنى. زين معلوماتك عن باقي الأغذية التابعة للمحافظة، التحركات الأمنية بيها مستوى الطموح، يعني بتعرف التدامن عندنا أكو مشاكل كانت بالأغذية اللي هي الغربية اللي قريبة على الحدود مع سوريا. طبعا دائما تستهدف أوكار داعش بضربات موجعة، بالتالي حقيقة نحن نطمح بعد معركة الرمادي أن يتحرك كذلك الجناح الشرقي لمدينة الرمادي، جزيرة الخالدية، فتح طريق حديثة عن طريقه. المعركة تنقل خطوة فخطوة، ولكن يجب أن تؤمن منطقة حتى ننتقل للخطوة الأخرى، ولكن نعتقد إن شاء الله أنها بداية النهاية لداعش، والخزي والعار للمطبلين لداعش عندما قالوا ثوار عشائر وأوهم الناس. وهذا ليش أنت كان شيخنا راح أرجع أتحدث بهذا الموضوع، أنتوا شخصتوهم راح تعرفوهم، بالتالي الكل يعرف أن هم أكو أشخاص كان هم سبب البلاء اللي وصلت إلى المحافظة، شو راح تتعاملون وياهم؟ راح تقعدونهم ترجعون وياهم والله دول ولد المحافظه وشيوخ لازم احنا نتفاهم وياهم ونبدا صفحه جديده؟ لا ابدا، احنا اللي حمل السلاح مع داعش وكان يعني حاضنه لداعش، العشائر اتخذت اكثر من خطوه بهذا الاتجاه، يعاملون كما يعامل داعش، واحنا بعد ما نسمح للارهاب بعد النكبه اللي تعرض لها المجتمع
النساء والأطفال والأموال والدور اللي تهدمت واللي نهبت, وبعدين القتل لحد الآن كثير من الشهداء لحد الآن ما اندفنوا. هذا ما أعتقد ينسى بسهولة, ما تعرض إلى الناس النزوح والتهجير ما أعتقد ينسى. وبالتالي مجتمع الأنبار وربع حتى المجتمع المحافظات الأخرى اللي سببوا هذا الموضوع ما راح يتسامحون وياهم ولا راح يسهلون وياهم. الموضوع صار بدماء, الموضوع كبير, الموضوع نكبة كبيرة, الموضوع أجندة خارجية. بالتالي من أساء يجب أن يدفع الثمن, ولا أعتقد هؤلاء الناس اللي تهجروا أو اللي تقتلوا راح يسامحون من كان السبب في جلب داعش وتشكيل حواضن وغطاء إلى وعمل ما عمل. أكيد إحنا نتمنى دائما النصر إن شاء الله يكون قريب. اسمح لي نشكرك الشيخ رافع الفهداوي, شيخ عشرة آل وفائد, حياك الله. يا أهلا وسهلا. قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الثلاثاء أن الميليشيات الوقحة على حد وصفه تتحدى الحكومة وتحاول السيطرة على العراق, وأكد أن كل ذلك لا يخلو من غطاء من بعض الوزارات الأمنية أو أفرادها, ودعا لردع حكومي شديد وسريع وصارم. قال الصدر هذا الكلام في معرض رد على سؤال من منتسبي شرطة محافظة واسط حول قيام مجاميع ميليشياوية ترتدي الزي العسكري باقتحام الشركة المتحدة الساندة لشركة غاز بروم النفطية الروسية واعتدائها على الموظفين وسرقة سياراتهم وأموالهم. أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بيانا قالت فيه أنها تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق, وعدت هذا العمل المشين خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين, وعمل مرفوض يسيء إلى أواصل العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب على حد وصف البيان. العبادي في الصين ودعوات محلية لاستغلال الزيارة لدعم بكين للتحالف الرباعي. بدر تناقش مهمات الحشد الشعبي ودور التحالف الدولي في العراق مع مبعوث فرنسا لدى العراق. وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الصين في زيارة رسمية, حيث يتم خلال الزيارة بحسب بيان لرئاسة الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين, ويضم الوفد الرسمي المرافق العبادي عدد من الوزراء والمسؤولين والمستشارين في مجالات الأمن والاقتصاد والمال والدفاع والنفط. ومن أصداء هذه الزيارة دعا النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى توسيع محاور زيارته إلى الصين لمدايات أكثر منها الانضمام للتحالف الرباعي المشكل لمحاربة داعش. استقبل الأمين التنفيذي للمكتب السياسي لمنظمة بدر النائب محمد ناجي القائم بالأعمال الفرنسي لدى العراق السيد جان فرانسوا والوفد المرافق له, وبحث الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية اللي يشهدها العراق والمنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وضرورة مشاركة فرنسا في عمليات إعمار المناطق المحررة. وأشاد المبعوث الفرنسي ببطولات الجيش والحشد الشعبي في مقارعة الإرهاب. لحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو السيد كريم النور القيادي في منظمة بدر. حياك الله سيد كريم. حياك الله سيد كريم. حياكم الله سيد هارون. زين صار علاقتكم بالفرنسيين؟ كانت مشاكل وياهم؟ مع الجميع, خاصة الآن فرنسا هي من تحتاج العراق. العراق الآن يدافع نيابة عن العالم كله, عن الخليج. احنا صرنا المصد, خاصة بعد أحداث الأخيرة في باريس أصبح الفرد في فرنسا حتى في أوروبا. الآن هناك نزعة الابتعاد عن التحالفات مع أمريكا. هذا التحليلكم لو سمعتوا. لا واقع, لا واقع. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت أمريكا تستحوذ على أوروبا بحجة الاتحاد السوفيتي, تخويفهم من المد الأحمر زين. واليوم نفس الطريقة تجي بالإرهاب وتخوفهم بالإرهاب, نفس الطريقة. زين ما قلت لها تحليلكم لو سمعتوا اليوم أصلا من المبعوث الفرنسي. لا هو المبعوث الفرنسي تفهم هاي القضية, خاصة
هو له يعني إشادة بدور الحج الشعبي والفصائل المهمة في الحج الشعبي. هو الآن أصبح العالم يتفهم جيدا رغم الضغط والتشويش والتضليل الأمريكي الآن حقيقة. وأتمنى الآن أن تبدأ تحالفات أخرى بعيدا عن التحالفات الأمريكية. أكو هيك صورة والله الآن حتى زيارة السيد العبادي إلى الصين تتجه هذا يعني فتح منافذ كبيرة. أخي الاعتماد على أمريكا فقط على المحور الأمريكي أعتقد الآن حتى أوروبا دفعوا ثمن هذا التخويف المستمر، التخويف من شماعة التحالفية صغر التحالفية النوب الإرهاب النوب داعش. أعتقد الآن إن نحن الآن علينا استثمار هذا الواقع. اليوم روسيا باريس فرنسا تفهم الوضع العراقي، فالآن علينا نفتح قنوات كثيرة اقتصادية أمنية. واليوم التجربة واضحة، نحن الآن من يقاتل داعش في العراق. أنا سيد كريم أنا اللي ما خلاني أستوعب هذا اللقاء إنه فرنسا داعمة للجهات اللي موجودة بسوريا، جبهة النصرة غير جبهة النصرة، كل مكونات اللي يسموهم هم معارضة، بالمقابل أنتم تسموهم إن هم عصابات مسلحة. عصابات مسلحة سجين، ماكو اختلاف بالرؤى على ما موجود من تسميات خاصة داخل سوريا يمكن تتجه العراق بس بصورة أهدى، بالتالي اختلاف بالرؤى على المسميات وعلى جهات الدعم ممكن يكون يوم اللقاء بأبعاد ثانية. شنو اللي رادوه بالمضبوط إلى 7 منها؟ يعني اليوم حقيقة يعني فرنسا اللطيف حتى الفرد الأوروبي لا يكابر عندما يثبت أنه أخطأ في دعم العصابات التي هي شوف أمريكا عندها مكابرة. يعني حتى قصدك إذا مصلحتهم عدوه يروح على عدوه يصير لا صديقة. أحسنت مو بس هاي هم الآن بالتجربة بالميدان نفس الجماعات اللي دعمتها تحولت هذه انقلبت عليها كما انقلبت على أمريكا سابقا زي. لكن يبدو الثاقب يعني يبدو أن الذاكرة الأمريكية مثقوبة تماماً. أما فرنسا الآن بدأوا هناك وعي لدى القرار الفرنسي بأنه عندما فكر بإزاحة بشار الأسد عن طريق هذه الجماعات، هذه الجماعات انقلبت ليس لديها مبادئ ليس لديها أخلاق، ولذلك من يعول على هذه الجماعات فهو واهم سواء دول عربية خليجية أوروبية أمريكية. نحن الآن بدأنا بشكل عن حقيقة مصداقيتنا واضحة تمام العالم. فرنسا إذا كانت تتحسس سابقا راح يدفع لي السؤال بس خليني أسألك تقول نعم. مصداقيتنا منو أنتم تحدث عن الحج وعن كفصائل الحج الشعبي جيد راح تدفعني للسؤال نعم. قبل فترة المبعوث البريطاني يجي بعديه السيد هادي العامري واليوم المبعوث الفرنسي يجي بعديه السيد محمد ناجر رئيس المكتب السياسي. شنو اللي عند بدر ما موجود عند باقي الفصائل حتى يجون عليها كل هاي القوى الكبرى بالعالم؟ لا هو بس هاي مو دعاية البدر بس يدعرف شنو اللي عندكم. لا هو إثبات الشيء لا ينفي ما عدا يعني عندما نقول بدر منفتحة متفهمة لديها رؤية على مستوى الواقع الأمني والسياسي هذا لا يعني إلغاء دور الفصائل الأخرى. نحن حقيقة كلنا بس تبقون كلكم حشد اللي الأوروبيين ينظروا لأنهم جماعات مثلا نعم ممكن تحاول تغير ديموغرافيا وتقتل أهل السنة بالعراق هذا بواقع. ولكن مع ذلك الثقل الكبير لبدر وهذا لا يعني ربما يقلل من شأن الفصائل الأخرى. أعتقد هذه يعني هناك دعواتهم من الأطراف الفرنسية أو البريطانية للقاء قادة بدر لكي تطلع عن قرب عن قناعة ربما لديها تصورات جدية التحالف الدولي لماذا هناك حقيقة اهتزاز في موقف التحالف الدولي تريد أن تفهم من قبل قادة الحشد وقادة بدر. قادة بدر صريحون يعني الحاج هادي العامري وبقية القادة في بدر صريحون بكشف الحقائق لا يجاملون لا يغازون على حساب الحق العراقي. ولذلك أعتقد الآن بدأت أكثر الدول تتفهم موقفنا حقيقة. إحنا ربما في البداية هناك تشوش علينا تضليل لكن اليوم في الميدان أصبحنا واقعا واضحا ولذلك العالم بدأ يتفهم ويقترب إلينا ونحن حقيقة لا نستعدي أحدا ليس من الصحيح استعداء الجميع علينا تصفير الأزمات. هذا أنتم اللي سويتوه سيد كريم أنتم اللي سويتوه ويا التحالف الدولي بالبداية مريده وجاي إلى الآن التحالف الدولي إلى الآن موجود خلاص ما هو ممثل فرنسا جزء من عنده بالتالي تحدثون عن فرنسا تحدثون عن التحالف الدولي تحدثون عن التحالف الدولي تحدثون عن جزئياته من ضمنها فرنسا. الآن فرنسا بدأت ربما تشعر فعلا لم يكن التحالف الدولي جادا وبدأت تستمع تصغي إلينا ما هي ملاحظاتكم. طبعا هاي لطيفة عند العقل الفرنسي أنه يصغي إليك شنو إشكالياتك شنو ملاحظاتك. فإحنا بصراحة صريحون نحن صريحون في إبداء الملاحظات والتحفظات على موقف التحالف الدولي ولذلك إلى الآن التحالف الدولي لم يكن جادا. نعم هو قادر
ولكن ليس جاد. هناك فرق. هو يعني يريد التغيير بما يريد هو، ليس بما نريد العراق، يعني المصلحة الغربية وليس المصلحة العراقية. أمريكا اليوم أعتقد الابتعاد عن المحور الأمريكي والتحالف الأمريكية طبعا لصالح أوروبا. أوروبا أصبحت حبيسة وأسير الأمريكان منذ الحرب العالمية الثانية. يعني ممكن نشوف تغيير بموقفهم بال، ولكن يحتاج إلى وقت، تنضيج يحتاج إلى وقت وليس بالسهولة. ولكن مع ذلك بس الوقت حل صالح العراق. الاتحاد الأوروبي الآن بدأ بصراحة ينأى بنفسه قليلا حتى يشكل قوة، وأتمنى الآن موقف الصيني الروسي بدأ أكثر جدية في مواجهة الإرهاب. بعد لقائكم اليوم ويا المبعوث الفرنسي ممكن نشوف دعم منفرد لفرنسا للحشد الشعبي لبقية الفصائل بعيداً عن التحالف الدولي؟ هذا ما نأمل، ولكن ليس بالسهولة أنه يعني فرنسا تنفرد، ولكن تتفهم يجب أن تؤثر في داخل التحالف الدولي. طيب. يجب أن يكون الموقف الفرنسي يعني مؤثراً لا متأثراً، لذلك أعتقد سيكون مؤثراً برفع التشويش عن الحج الشعبي. هناك حقيقة أمريكا تحاول أن تضخ داخل التحالف الدولي نوع من التضليل ضد الحج الشعبي، بينما الواقع اختلف الآن. نحن الآن نتصدى لداعش، وربما نحن المصد الحقيقي عن وصول داعش إلى فرنسا، عن أوروبا، ألمانيا. والحمد لله اليوم نحن في العراق، يعني ساحة العراق هي إن شاء الله تكون مقبرة للدواعش. طيب قبل ما أختم بنصف دقيقة، قضية الدعوة للصين للمشاركة بالتحالف الرباعي، أنتم مع توسعة هذا التحالف؟ طبعا الأخبار الأمور اللي تخصها بدأت تموت إعلاميا، وحتى التحرك باتجاه مو مثل أول فترة ما أعلن عنه. نعم بالتأكيد نحن مع هذه الدعوة، خاصة بعد جدية التعاون الرباعي والتنسيق الرباعي، وبعيدا عن التشويش والتضليل الأمريكي. طيب اسمح لنا نشكرك سيد كريم النور القيادي في منظمة بدر، حياك الله. الكهرباء تقول أن البصرة ستشهد تحسنا بالطاقة الكهربائية عام 2016. بسبب فصل موظف، هجوم عشائري مسلح على شركة لإنتاج الدواجن. حذر النائب عن محافظة ميسان حيدر المولى من تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة بسبب انتشار الأسلحة لدى العشائر وما يحدث من نزاعات تهدد أمن المواطنين. أعلنت وزارة الكهرباء أن العام المقبل سيشهد استقرارا في المنظومة الكهربائية لمحافظة البصرة بعد إدخال عدد من المحطات التحويلية فيها. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معي من بغداد بالصوت والصورة السيد مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير سيد مصعب. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك، حياك الله. بداية يعني البصرة يمكن هي من أكثر المناطق اللي تحتاج هذا، تحتاج هاي الأخبار، تحتاج هاي التحركات بسبب ارتفاع حرارتها، بالتالي هاي المحطات التحويلية كيف راح ممكن تأثر على واقع البصرة وشنو أساس عملها بالذات؟ نعم طبعا أكيد، يعني محافظة البصرة لديها اهتمام استثنائي من قبل وزارة الكهرباء، ابتداء من السيد الوزير إلى السادة الوكلاء إلى بقية مسؤولية الوزارة. طيب. محافظة البصرة تجهز بطاقة كهربائية تكفيها في أشهر حمل الذروة في الصيف تصل إلى 20 و 22 ساعة. أيضا الوزارة تسعى أن تكون هناك طاقة كاملة إلى محافظة البصرة في خاصة في أشهر الصيف، والوزارة تنفذ مشاريع خاصة بالمحطات التحويلية، محطات الأربعمية اللي هي تعتبر عمود فقري منظومة الكهرباء الوطنية. هذه المحطات ستسهم إسهام كبير بفك الاختناقات عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية ووصولا إلى شبكات التوزيع، كون أنه حلقة الوصل بين قطاع الإنتاج وقطاع توزيع الطاقة الكهربائية هو نقل الطاقة الكهربائية، وهذا القطاع بحاجة إلى محطات تحويليه 132 كي في و400 كي في، وهناك في البصره بس حتى تكون الصوره واضحه سيد مصعب اذا سمحت لي، ستضاف الى المنظومه. نعم حتى يكون تقليل بقضيه هدر الطاقه المتولد من التحويل الى الضغط العالي بالانتاج والاستقبال بالابراج، حتى هذا اساس التحويل. لا هذا الموضوع، المحطات التحويليه هي تقوم بنقل انتاج المحطات التوليديه إلى خطوط نقل الطاقة الكهربائية ومن ثم إلى شبكات التوزيع. المحطات التحويلية هي حلقة الوصل بين
قطاع الإنتاج أي المحطات التوليدية وقطاع